ام الدنيا. هنعمل منه النهارده ايه يا شيف؟ ما طبعا معانا كل يوم حد واربع من كل اسبوع اكلات مصريه اصيله، بتكون التكلفه بتاعتها قليله ولكن القيمه الغذائيه بتاعتها بتكون كبيره قوي، وبنكون حريصين ان تكون الوجبه متكامله. هنعمل النهارده الارنبيط، بما ان الارنبيط في بشايره، طبعا موسم الشتاء داخل بيكون الارنبيط كتير والكرنب كتير والحاجات الجميله. هنعمل الارنبيط النهارده باللحم والبشاميل، يعني جراتان، ولكن بطريقه الشيف المغازي. معانا شويه لحمه مفرومين وهنعمل الارنبيط جراتان جميل جدا، بس الميزه هنا هنعمله مشوي من غير ما نقليه. كلنا بنعاني من مشكله الاليه في الزيت، لا انا هعمله النهارده بطريقه مختلفه تماما. وهنعمل النهارده نوعين سلطه مهمين جدا. السلطه الاولى سلطه قويه جدا، سلطه الحمص بالطماطم. الحمص الشام احنا متعودين ناكله بالطحينه، هعمله النهارده بالطماطم، جميل جدا، هيكون زي الحمص اللي بالطحينه وبزيت الزيتون بالظبط. وهنعمل كمان سلطه الارنبيط بالبقدونس والطحينه، جامده قوي السلطه دي على فكره، لما ناكلها بارده وطالعه من الثلاجه كده مع البقدونس والطحينه طعمها خرافه، مع عصير الليمون ودبس الرمان. هنبدا الاول بالارنبيط الجراتان اللي هنعمله باللحمه والبشاميل، هنشوف مقاديره على الشاشه، مقادير بسيطه خالص. معانا شويه ارنبيط، شويه لحمه مفرومين، معانا كمان حليب وزبده ودقيق، جبنه موزاريلا، بقسماط، ملح وفلفل. ده عمل البشاميل. عندنا طبعا اساسي شويه بصل وشويه ثوم للبشاميل بتاعنا. تعالوا نشوفوا مع بعض المقادير، هقولها لكم بالترتيب. معانا 2 كوب، معانا طبعا تقريبا كيلو من الارنبيط، معانا ربع كيلو من اللحم المفروم، بصل ناعم وثوم وملح وفلفل وكمون، زبده او سمنه، ومعانا صلصه طماطم للبولونيز بتاع اللحم المفروم. البشاميل اللي احنا شطار فيه، معانا 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من السمنه، معانا شويه حليب وممكن شوربه بدل الحليب، ولكن لازم يكون في حليب طبعا، مع جبنه الموزاريلا والبقسماط والزبده. احنا خلينا من المقادير، دايما الشيف بيقول مقادير كتيره، ولكن انا دايما بكسر القاعده. بكسر القاعده ازاي؟ يعني ما بعتمدش مثلا، ممكن انا قلت بقسماط، طب ما لقيتش بقسماط مش هنعمل بشاميل؟ ما لقيناش حليب مش هنعمل بشاميل؟ المطبخ ما هوش دستور، خلوا بالكم، لازم تتصرفي وانت واقفه في المطبخ بقدر الامكان، طلعي اكله حلوه وخلاص، ده اللي انا عايزه. ايه اللي هنعمله في الارنبيط؟ هاخد الارنبيط دلوقتي كده واشويه في الفرن. هشويه في الفرن، ازاي؟ عند الارنبيط اشتريته طبعا، وانا بشتريه كوني حريصه انك تشتريه طبعا نوعه يكون ابيض حلو او مدي على الخضار. يعني ايه؟ ما تجيبيش الارنبيطايه الكبيره قوي، حاولي تجيبي الارنبيط الصغير الحلو ده كويس. هنمسك الارنبيط ده كده هنشويه طبعا في الفرن من غير زيت ومن غير اي حاجه خالص، وهقول لكم هنشويه ازاي، وفي نفس الوقت هنشويه طبعا ونحط له كمون ونحط له ملح وكل حاجه، وما يشربش زيت خالص وما نقلوش في الزيت ولا اي حاجه خالص اهوت. حلو زي الفل. ناخد دي كمان. انا الارنبيط بتاع السلطه وبتاع الجراتان هيكون كله مع بعضه، في الاخر هاخد شويه للجراتان وشويه للسلطه. حلو. وعايز اقول حاجه مهمه، الارنبيط، البروكلي، ركزوا معايا في الحته دي بالذات، ارنبيط بروكلي لازم يتغسل قبل ما نسلقه. ليه بقى؟ لانه ده متعرض في الهواء طول النهار والرمله والترابه، فلازم يتغسل كويس قبل ما نستخدمه. يعني ما تجيش مثلا اخد الارنبيط كده واقليه في الزيت على طول، لا غلط، خلي بالك، ده مهم جدا. ادي صينيه انا عملتها، خليها هنا على جنب كده، وتعالوا نعمل صينيه كمان مع بعض اهوت. يعني ما تستعجليش وتحط الارنبيط بعد ما تقطعيه كده، طبعا ده مغسول من قبل، معايا المساعدين بتوعي شطار، يتغسل كويس قبل ما احنا نستخدمه، ايا كان مقلي او مشوي او ان احنا ناكله ني. حتى ني يا شيف؟ اه الارنبيط ممكن يتاكل ني على فكره، دي الزهره دي ممكن تتاكل ني وهي طازه كده، ما اقولكمش تتفصص كده تبقى صغيره ويتحط عليها طحينه وزيت زيتون، ملهاش حل. زي البتنجان الصغير جميل الحلو ده، برضو كنا ناكله ني جميل جدا. والبتنجان الرومي فين ده؟ فين ده؟ والله العظيم الواحد كان ياكل البتنجان، شفت لما بناكل حته كفته دلوقتي ولا حته كباب الواحد يقعد يشم في اطراف ايده كده في صابعه مش عايز يغسل ايده؟ البتنجان كان كده، بلد الصغير والخيار الصغير الجميل والقته الصغيره والارنبيط وهو صغير والحاجات دي الواحد كان ياكلها من الارض طازه زي الفل. ترجع الايام ديت ما ان احنا نهتم بارضنا ونطلع منها الزرعه الحلوه الجميله. خلوا بالكم دي الارض زعلانه مننا، والله بجد الارض زعلانه مننا، بس والمعنى في بطن الشاعر بقى، لازم نهتم بيها شويه اللي هي الزراعه دي، مهمه جدا
لازم نهتم بيها، علشان من غير ما نهتمش بيها وان احنا نهتم ونقدر نديها الاهتمام مش هناخد اللي احنا عايزينه والزرع الحلو. زي البيبي وهو صغير كده، نهتم بيه وهو صغير هيطلع حاجه حلوه في حياتنا. البيبي هيكون ممكن يطلع شخصيه مرموقه، يطلع محقق مستقبله وكل حاجه، لان طبعا الاهتمام من الصغر اهم شيء. خلينا دلوقتي الارنبيط، دلوقتي احنا ظبطناه صينيتين زي الفل، هناخدهم كده معانا رشه الكمون الحلوه. الله عليك يا ابو الشيف، لازم طالما هنشوف الفرن رشه كمون اهي. تمام، ده مهم جدا اللي انا هعمله دلوقتي اهو، كمون اهوت حلو قوي. هعمل بقى حركه لطيفه قوي هتعجبكم. ايه هي؟ الله عليك يا ابو الشيف، الله عليك، شفتوا الجو ده؟ هو ده الشغل وهو ده الجمال، لا زيت ولا اي حاجه خالص. احط شويه ملح كمان، ما ننساش شويه ملح كده كمان هنا، حلو قوي. نحط الميه بتاعتنا، عند درجه حراره الفرن هنا بتكون 180، بحطهم في الفرن وانساهم. الارنبيط ده هيستوي يبقى زي الفل معانا. هناخده بقى نعمله جلاتان، نعمله سلطه، ناكله سلطه زي ما هو كده مشوي، مفيش اي مشكله اهوت زي الفل. لازم ده يتشوف في الفرن من غير قلية زيت ولا اي حاجه خالص. تمام، هاخد الصينيتين كده عند درجه حراره الفرن 180، بحطهم في الفرن قد ايه يا شيف من الوقت؟ حلو الكلام، يعني ملو الصينيه اللي معايا دي كده مثلا تقريبا عزلها 30 دقيقه، هيكون الارنبيط ده استوى زي الفل مع درجه حراره الفرن 180، هيكون استوى وتمام التمام. هنولع الفرن كده تمام ونحطه هنا كده. يلا معاك ربنا على ما اعمل البشاميل واعمل الصوص البولينيز ونضف الكونتر بتاعي كده وخليه زي الفل، لان ده مهم جدا ان انا النظافه اول باول، عشان في رمله هنا وفي ترابه فدي ما تجيش معانا في الاكل بتاعنا خالص. الحاجات دي مهمه جدا، خدت كده ونضفها تمام التمام. نطلع فاصل، عينيا الاثنين نسمع كلام الكبير، وتعال نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الارنبيط جراتان باللحم المفروم والبشاميل، معانا كمان سلطه الارنبيط بالطحينه والبقدونس وفوائد البقدونس مع الارنبيط مهمه جدا. معانا كمان سلطه قويه جدا النهارده، الحمص الشام، هنعمله بطريقه الشيف المغازي، سلطه الحمص بالطماطم. بجد النهارده المطبخ مطبخ مصري، وحلقه مهمه جدا، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع تحميرة شعرية حصريا بس، وروني كده حبة مختلفة غير التانية. أساتذة المصورين حبايبي، العيون الجميلة اللي بتصور، حبيت الشعرية كلها واحد، هي دي الشطارة. ما تجيلي صاحبتك تتكلم معاكي في موضوع، والجيران يجيلك تليفون تنسي الشعرية، أي نعم هي اتحمرت أه، بس هتلاقي واحدة سودة، واحدة حمراء، واحدة بيضة، وأطراف الحلة. يقف حمار الشعرية بحرص، بتشم ريحة حلوة مع ورق اللورة والحبهان. هننزل بالرز بتاعنا الجميل الحلو. وانا يحزنني قوي بجد والله يا مدام سهير، لما اقعد اكل رز بشعريه الاقي حبه سودا وحبه بيضه وحبه حمراء. مدام سهير ازاي؟ ازيك يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا. كل عام وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. الاسره بتاعتك بخير وطيبه، الله يبارك لك، كله بخير، الله يبارك لك، يخليك ويديك الصحه يا رب. امين يا رب. حلوه قوي النهارده. ايوه دعواتك دي يا امي، دعواتك دعواتك، الله يبارك لك، ربنا يخليك. انا عايز اسالك بقى بمناسبه الارنبيط ده، يعني ازاي انا افكرتيني الارنبيط في الفرن. ايوه يا ست الكل انا معاكي، اموريني. يا رب يخليك، الامر لله. اوعى وشك. ايوه ازاي انا احفظ الارنبيط في الفريزر؟ ايوه يعني ماله، يعني انا بحب الارنبيط جدا وعارفه انك انت بتقول لنا عليه على طرق حلو قوي قوي. بس انا بحفظه في الفريزر زي ما هو، الورده بوردتها. لا تحفظيه في الفريزر، انا مش معاكي تحفظيه في الفريزر خالص، ما انا عايزه الا انك انت تسليه نص سلقه وتنشفيه كويس وتشيليه. أيوة. ده مهم جدا. انما زي ما هو كده هيبقى زي الخيار، تطلعيه من الديب فريزر هتلاقيه كله ميه. يعني خلي بالك. يتسلق نص سلقه. نعم يا ست الكل. يتسلق نص سلقه؟ نص سلقه مع ميه وملح وليمون. ملح وليمون. ميه وملح وليمون وسنة خل صغيرة علشان الميكروبات اللي موجودة في الأرنبيط. ويخليه يفضل أبيض كده وحلو يعني. طيب ده سؤال تاني بقى بالنسبة للحمص الشام. نعمين. عايزه اعمل حمص الشام زي اللي بنشربه على الكوبري. ده انا ده موضوع كبير ده بقى، ده الطبق ده تاكليه الصبح، ده حكايه. بتعمليه لجوزك قبل ما يروح الشغل، طول النهار نشيط. خلي بالك احنا هناخده نقف فيه على الكورنيش. على الكورنيش، مصر
ام الدنيا. ده ناس بتجيلهم الصين تاكلوا هنا. يا رب يخليك. الله يبارك لك. يا حاضر. يخليك. فقول لنا بقى على طريقته الحلوه دي ازاي نعمله واحنا داخلين بقى على شتاء بقى والدنيا تبقى يعني شويه كده محتاجه للحمص ده يعني. كل سنه وانت طيبه. طيب كل سنه وانت طيبه. على فكره انا شم ريحه الشعريه. لا بقول لك كده حبيبتي الشعريه ديت في نغشيش لغايه دلوقتي بجد والله. حبه واحده بص ازاي. اه معانا مصورين شطار حبايبي عيونهم جميله ما شاء الله. الشعريه كلها حبه واحده. ايوه يديك الصحه. مفيش واحده احسن من الثانيه. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك يا ست الكل. وكل سنه وكلكم طيبين. قولي لي المقوله بتاعتنا ايه؟ اسال على الرز لما يستوي. يستوي. يلا شكرا يا ست الكل. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. الله يسترها معاك. كل خير وانت طيبه. مع السلامه. ست الكل سالت سؤال مهم جدا في غايه الاهميه. ايه هو يا شيف احمد؟ عايز اعمل الحمص بتاعنا حمص الشام واكله على الكورنيش. لا انا هخليكي تعمليه تكليف البيت قدام شاشه النايل لايف وبس. خلي بالك وكمان في حاجه مهمه جدا، كانك بتاكليه على الكورنيش. بس طبعا جمال الكورنيش لا يضاهيه جمال في الدنيا. هتجيب الحمص وتحطيه في الفواله بتاعتنا. معانا فواله هنا الحمد لله زي الفل، كل حاجه موجوده اهو. حط الحمص في الفواله دي كويس وننقعه طبعا من بالليل، ونحط معاه ليمونه وطماطميه وفصين ثوم. الله عليك يا ابو الشيف. ويتسلق جامد. بعد ما يتسلق زي الفل نحط شويه الكمون. ما تحطش الكمون يغلي معاه هيمرر. الكمون حطيه وقت اللزوم ونحط عليه الكمون كده وناكله الف هنا وشفا. عايزاه بقى حار تحط شويه تباسكو اللي هي الصلصه الحاره، او انك تحط شويه شطه سيال زي ما بتحبي وسنه خل صغيره. تعالوا نعمل الارنبيط مع بعض بسرعه جلتان عشان وقت برنامجنا. الاستاذه بتقول لي الوقت ازف. انا جبت كسروله زي دي كده ودهنتها ايه يا ابو الشيف؟ زبده او سمنه، وحطيت فرديتها شويه بقسماط وميلها شمال ويمين شمال ويمين زي الفل. ادي الهوت انا دهنتها طبعا زبده وسمنه بالشكل الجميل ده كده اهوت. الله عليك. ايه الفكره يا شيف اللي انت عملته ده؟ الفكر ده مهم جدا خلوا بالكم. هنميلها شمال ويمين وفي الاخر هاخد البقسماط ده كده اهوت زي الفل. مش عايزه خلاص. ايه يا شيف الجمال الحلاوه ده؟ رسام الشيف. طبعا المكان اللي انا دهنته زبده وسمنه هو بس اللي اتحمل ايه بقسماط، وتقريبا الارتفاع ده هو هيكون ارتفاع. طب زاد شويه مفيش مشكله. ليه يا شيف؟ ما انا لو دهنتها كلها وجيت حطيتها في الفرن الاطراف ديت هتسود، هيبقى شكلها وحش قوي على السفر. اي نعم الارنبيط طعمه حلو واللحمه المفرومه حلوه والبشاميل وكل حاجه، بس الشكل يهمني. البرزنتيشن على السفره مهم جدا، العين تشوف شكل جميل، فالاطراف لازم تكون نظيفه. هناخد الكسروله كده زي الفل ونحط شويه بشاميل كده في قلبي فرديتها. الله تمام شكرا كده. نوزع كده الكميه دي كده على الارضيه. وممكن نعمله على فكره في الفخار. احنا معانا فخار اهوت، ممكن نعمله في الفخار ده مفيش مشكله، يعني ممكن بايركس وممكن فخار. انا جايب الاثنين معايا علشان ايه؟ ما نوقفش. نفس الطريقه ممكن نعمل هنا الجراتان اللي هو الارنبيط، وممكن نعمله في الايه؟ في البايركس الازاز زي ما تحبوا. هناخد الارنبيط طبعا اهوت. الله اهو. ده طبعا ارنبيط مشوي زي الفل، شايفين ازاي؟ نحطه هنا كده. حكايه الاكله ديت انا احبها قوي. تبقى طريه بقى والارنبيط ايه مسخسخ كده وزي الفل ملوش حل كده. تمام شويه عندي صوص اللحمه ده حلو كده. الله الله اهو لحم ضاني ده مستوي مع ايه؟ مع الزعتر وبصلايه وتومه شفتوه طبعا، وفي الاخر حطيت شويه ميه. شايفين اللحم طار ازاي؟ هنزل بهم كلهم علشان اللي ياكل منها يدعي لي. الله تمام. اللحمه انا شايف ريحتها، ريحه الزعتر فيها حلو قوي. تمام. صينيه المكرونه دي لما تعملوها هتدعوا لي بجد. او الارنبيط الجميل الحلو ده هعمل ايه بعد كده؟ اخد كميه الارنبيط اللي موجوده هنا وارصها كده بالراحه. وانا برص هنا في فراغ خلي بالكم، ما اضغطش عليها عشان هنزل بشاميل دلوقتي سائل هينزل في الاماكن المتفرقه فيها وينزل في كل حته من الفراغ اللي احنا شايفينه اهوت. الله الله. طبعا الارنبيط ده مستوي مشوي ازاي؟ لا قليته في زيت ولا اي حاجه اهوت. اخلي دول اعملهم سلطه بقى. عندنا سلطه الارنبيط بالطحينه والبقدونس زي الفل. دي اخليها على جنب كده. وتعالوا ننزل بالبشاميل كله مع بعضه. ادي كميه البشاميل دي كلها اهيت. الله اهوت زي الفل. الله عليك. هو ده هو ده ده الشغل العالي.
الله. حلو قوي. طبعا البشاميل فيه حليب وفيه طبعا شويه فلفل وشويه ملح في سمنه فدسم. عايزه تحط شويه كريمه لباني مفيش مشكله. عندنا درجه حراره الفرن عندنا 180 زي ما هي. شايفين الاكله ديت ملهاش حل. تمام. ايه الجديد بتاعك يا عم احمد؟ ايه الجديد حالا؟ الجديد معايا، الجديد معايا ادي شويه بقدونس، شويه قصدي شويه بقسماط. حلو الكلام. معانا الجبنه الموزاريلا على البقسماط، ده الجديد. ركزوا معايا شويه، ادي الجبنه الموزاريلا وادي البقسماط. الله عليك يا ابو الشيف. عندي عود بقدونس كده حلو افرمه كده ناعم. طبعا عايز اقول لكم الصينيه اللي انا عملتها ديت لو هي قدامك كده لا تقولي لي خروف بقى ولا هي ديك رومي ولا حاجه، فيها لحمه وفيها ارنبيط وفيها بشاميل وفيها جبنه موزاريلا وفيها كمان بصمه الشيف. بصمه الشيف ايه؟ شويه البقدونس مع الجبنه الموزاريلا. الله عليك يا ابو الشيف. بقدونس مع جبنه موزاريلا مع شويه زعتر زي الفل. الله عليك. انا حطيت هنا يا ابو الشيف، حطيت جبنه موزاريلا مع زعتر مع بقسماط ناعم، كل ده اقلبه مع بعضه. وانا بقلب اقلب كده فوق الكسروله عشان اللي ينزل ينزل على وش الكسروله اهو. هتروح فين بدايه يا عم احمد؟ حالا دلوقتي اقول لكم اهو، على الوش كده اوزعه. الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده اهو. حطيت بقسماط ليه يا عم احمد؟ حطيت بقسماط علشان تبقى وش الصينيه كريسبي كده وجميل وانا باكل. البقسماطه متحمره مع الجبنه ملهاش حل. معانا اتصال. همس، ازيك يا همس؟ اهلا، ازيك يا سيف؟ الله يبارك لك. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه. خلاص كده كل يوم بتثبت ان المطبخ فن ورؤيه وابداع. الله الله بجد يعني. الله يبارك لك. بص يا ست الكل، كل يوم ممكن ناكل صينيه الارنبيط ديت بشكل مختلف. خلاص يا كل اضافه اضافه لازم. انت كده مجوعنا وانا عامله دايت اساسا، فاهم كده؟ حرام عليك. لا بقول لك ايه، من النهارده بقى لغايه بعد العيد باسبوع سيبك من موضوع دايت ده، مفيش عشان الجيران يعني والحبايب والقرايب. اللي احنا بقى اللي انا عملته خلال شهرين اضيعه خلال الاسبوع ده. ربنا يبارك لك يا رب ويجعله عامر. ما البركه فيك يا شيف، كل يوم حاجه جديده ولازم يبارك لك بعد منك ولازم ادوقها، فكده مفيش رجيم خالص. الله يبارك لك يا ست الكل. تسلم ايديك يا شيف. الله يسلمك. الله يسلمك. وفي التوفيق دايم ان شاء الله يا رب. امين يا رب. الله يبارك لك. اموريني تحت امرك. اشكرك. الله يخليك. الله يبارك لك. البان كيك السؤال يا ست الكل تحت امرك. البان كيك والكريب هما الاثنين عجينه واحده ولا دي بيفرق عندي؟ ايه يا ست الكل؟ البان كيك لا، العجينة مختلفة تماما. البان كيك بنحط معاه شوية سكر بشرة ليمون. عجينة الكريب بنحط لها رشة ملح ورشة سكر صغيرة. ماشي. أصل أنا حضرتك قبل كده برضه حضرت لك حلقة قلت البان كيك ممكن حلو وحادق والكريب برضه حلو وحادق، فأنا عايز أعرف الفرق ما بينهم. لا الحلو بتحط له شوية سكر عشان يسكر معاك شوية. لا يا ست الكل ما تقوليش الشيف قال كده. أيوه. لا نحط له شوية سكر علشان يبقى زي الفل معايا. ماشي. تحت امرك يا ست الكل. شايف الرز بالشعريه اللي انا عامله ده؟ تعرفي تعملي زيه؟ ان شاء الله. طبعا واحسن منه كمان. شفتي ورق اللورا وفي قلبه ازاي والحبان؟ مدي طعم جميل جدا. حضرتك حفظتنا المطبخ. الله يبارك لك. يا وفن وابداع ازاي. الله يبارك لك يا ست الكل، ما تحرمش مني. طيب يا شيخ. الجديد ان احط معلقه سمنه بلدي من اللي جايه لك اخر الاسبوع هديه على وش الرز ونقفل الحله. ونقفل الحله ونسيب معلقه السمنه ديت تدي الشماخه والطعم للايه؟ للرز. اهو السمنه معلش يا استاذه بس تدي طعم، انها حتى على الاقل يبقى في طعم. امهاتنا فيها، امهاتنا جات لنا اخر الاسبوع جابت شويه سمنه بلدي حطيناهم على وش الرز واحنا بناكل نقول تسلم ايدك يا ماما. الرز مش حلو غير بمعلقه السمنه اللي انت جبتيها. زي الفل. طبعا بشجع الامهات كده يجيبوا هدايا سمنه بلدي للايه؟ للعرسان الجداد. هنخلي الرز كده لسه خلاص، عندنا شغل تاني يا ابو الشيف. عندنا نوعين سلطه هنعملهم مع بعض، خلونا نعرف مقاديرهم ايه. السلطه الاولى سلطه الارنبيط بالطحينه والبقدونس. السلطه دي انا بحبها قوي، بمسك الارنبيط كده افصصه زهره جميله واحط له شويه طحينه وشويه بقدونس وعصير ليمون اوعى وشك. عندنا سلطه الحمص بالطماطم، الطماطم انا شويتها في الفرن ببساطه خالص كده، هشيل القشره اوعى وشك، هي بتطلع لوحديها اهو. انت لو نفختها بشويه هواء كده القشره هتطلع اهو. ايه الجمال ده يا عم احمد اهو؟ لان هنا السلطه دي ما ينفعش فيها القشره خالص، لان انا كده هفرم الطماطم دي هخليها ايه؟ مفرومه. خلوا بالكم اهو، شايفين القشره اهي اهي. خلي بالكم القشره دي انا ممكن اخليها اعملها برزنتيشن شكل كده اجرنش بيها الطبق، مش هي مش كخه مش وحشه، انا ممكن اكلها دلوقتي بجد والله العظيم.
بس انت خليها على جنب تبرد، بعد ما تبرد هتمسكيها كده تعمليها زي الورده وتحطيها برزنتيشن على وش الايه الطبق. شايفين الشغل؟ المطبخ هو ده، ادي ورده اهي، ورده حمراء وطبيعي بلدي بهدا كل الساده المشاهدين، تحطها برزنتيشن كده على طبق السلطه اللي تعمليه، قشره الطماطم الحلوه اللي انا عملتها. حلو الكلام. تعالوا نعمل مع بعض نوعين سلطه بسرعه كده في وقت قليل جدا. هناخد الارنبيط بتاعنا الجميل ده كده. طيب نشوف سلطه الارنبيط بالطحينه والبقدونس. ارنبيط هفصصه كده مع طحينه مع بقدونس وملح وفلفل كمان وشويه كمون وشويه عصير ليمون وبس. الكمون انا حطيته في الاول خالص مع الارنبيط وهو بيستوي. حلو اهو، سلطه بسيطه وخفيفه خالص، وعلى فكره انا احبها جدا الارنبيط لما يكون مشوي كده وعايز اكله، خاصه ريحه المشوي فيه اهوت. الله. وطبعا وانا بشويه حطيت ايه؟ كمون، عشان نتلاشى مشاكل حبايبنا اللي يقول لك انا باكل الارنبيط بحس بانتفاخ. لا، انت حط كمون وعلى مسؤوليتي انا. شايفين الارنبيط مستوي ازاي؟ تمام. ادي سلطه الارنبيط بسيطه خالص زي الفل. تمام يا عم احمد. الله، المطبخ المصري جميل والله. انتوا عارفين احلى حاجه في المطبخ المصري ايه؟ مليان حب. انتوا عارفين المصريين مثلا جوزها مثلا يقول انا عازم النهارده مديري في الشغل او صاحبي او ابن الجيران او ايا كان العزومه، يعني اخوه قريبه، تلاقيها بقى الست الكل دخلت وشمرت وعملت ايه من الفسيخ شربات وعملت حاجات كتيره وتبين الكرم كله في البيت، وعايزه تطلع كل التلاجه اللي موجوده والحاجات اللي موجوده كلها. شيء جميل جدا. احنا ما بنقولش لا، ولكن خليكي دايما ركزي على الطعم، ركزي على الطعم، مش يكون الاكل كتير وفي الاخر ندور على حاجه ما ناكلهاش. شويه ارنبيط زي دول كده موجودين عندي كوت، انا فصصتهم. سؤال في غايه الاهميه يا استاذه كريستين والله بجد، روحي ربنا يسترها عليك. هنجيب الارنبيط، هنجيب البروكلي بنفس الطريقه، مش هنسلقه بقى، هنشويه. هنمسك الارنبيط ده البروكلي ده نشويه، بعد ما نشويه يا ابو الشيف هناخده نحطه في نفس الكاسرولله كده ونعمله سلطه ملهاش حل. نفس الموضوع اللي عملناه مع الارنبيط نعمله مع البروكلي. تعالوا للحمص، للطحينه بتاعتنا اللي هنحطها على وش الارنبيط. طيب حلو الكلام. فطبعا الارنبيط ده طبعا الدكاتره حبايبنا بينصحونا بيه ان هو يعمل في التخسيس اللي عايز ياكل ارنبيط، بس في الحاله دي طبعا مش هيحط الايه لا طحينه ولا حاجه، هيحط بس عصير ليمون يكتر اهوت زي الفل. شايفين الجو ده كده؟ الله، اهو 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 طلعت الطحينه ازاي. الله عليك يا ابو الشيف. اهو اهو اه الله، اهو اهو شايفين الطحينه خفيفه ازاي. هنحط لها بقى شويه ميه صغيرين كده. انا ظبطت الطحينه بالليمون والزيت، احط شويه ميه كده وما كترش ميه عشان الميه دي هتخليها لي ايه خفيفه اهي. حلو الكلام، حلو الكلام. شويه ملح، شويه ملح. تمام. اوعى وشك، اوعى وشك بجد، فص توم ني. بس طالما حطيت فص توم ني يا شيف، مهم جدا ان احنا نحط ايه نعناع يابس، نعناع اخضر، عشان الناس حبايبنا اللي بياكلوا الايه التوم ما يحبوش يشموش الريحه. هناخد البقدونس ده كده لانها سلطه الطحينه بالبقدونس. انا مش عايز ارمي قشر الطماطم ده على فكره خالص، انا هزين بالطبق اللي انا هعمله دلوقتي سلطه الحمص بالطماطم اهو. افرم البقدونس كده ناعم زي فرمه التبوله بالظبط، بس طبعا بعد ما يتغسل، خلوا بالكم. واوعي تغسلي البقدونس بعد ما تقطعيه، من اكبر الاخطاء اللي ممكن تقع فيها. البقدونس فرمتيه خلاص ما يتغسلش، اغسله قبل التقطيع. حاضر عينيا. مدام انا اتصال. شفت هتقول الشيف بيضحك على ايه؟ واسالي الاستاذه بتقول لي حد هيغسل البقدونس بعد التقطيع؟ بيحصل يا استاذه والله، تحطه في المصفى وتغسله وتلاقي البقدونس في ناحيه والمصفى فاضيه، تقول لك راح فين البقدونس؟ ايه مدام هناء ازيك؟ الله يسلمك وسامك طيب. كل سنه وانت طيبه. خلاص بكره وبعده ونعيد ونذبح الخروف. ازيك ست الكل؟ نذبح الخروف عيد ان شاء الله. الله يبارك لك علينا كلنا. امين يا رب العالمين. اموريني. تسلم ايديك. الارنبيط كده احنا دايما متعودين يعني ليه نعمله بجمعه. حضرتك عامله بطريقه؟ لا ده النهارده انا عملته سلطه خطيره اهيت. شوف السلطه دي كده حكايه اهو. الله. شويه طحينه ما لهمش حل بالبقدونس. سلطه بالطحينه. ايوه. اموريني. وبيتسلق جامد بقى ولا نص سليق؟ لا انا ما سلقتوش يا ست الكل. انا شويته في الفرن اهو. بص الطحين عملته شويته وعملته زهره جميله اهوت. بص الجو ده كده. الله عليك يا ابو الشيف. الله. الطحينه تروي العطشان، تروي الارنبيط اهو. لا
تسلم ايديك. الله يبارك لك. حلو نجربه كده بقى صح. مع البقدونس كمان يا ست الكل مهم جدا. أوه. والبقدونس يتغسل قبل ما يتقطع. الله عليكي الله عليكي. حلو قوي قوي قوي. وتأكد انه بقدونس مش كزبرة خلي بالك. والله في ناس ما بتعرفش ساعات والله ساعات راح دوقت تقولي لي ناس بتقالوا خصوصا الشباب الصغير. ده انا اتعذبت بره على اضحكك هضحكك يا ست. كنت عذبت عزومه كده عند حبايبي وقالوا عاملين لك طبق تبوله يا شيف لا تعرف تعمله اوعى وشك. فطبعا مجامله يعني هم عارفين الشيف يعمل ضريع يعمل احلى حاجه. فخدت قعدت اكل في التبوله انا باكل كزبره خضراء ولا محشي بجد. والتقريبا الكزبره كان فيها عود شبت وهي بتفرم ولا ايه. فالموضوع باكل تبوله باكل محشي مع البرغل. قلت لها فين التبوله؟ قالت لي قدامك. قلت لها دي مش تبوله دي خضره محشي كزبره وشبت. قالت اعمل ايه؟ انا بعت البيت الشغاله قلت لها تجيب لي بقدونس جابت لي كزبره. ايه ست الكل. لا دي بتحصل كتير. ناس بتتلخبط بتوع كتير. انا ليا بس سؤال عند حضرتك. انا عيوني بالنسبه بقى للخروف والعيد دي بقى حاجات من الخروف كده احنا ما بنعرفش نعمل فيها حاجه وبنسيبها كده اللي هي زي الفشه دي. انا بصي بصراحه انا بسافر البلد اكلها عند امي انا ما اعرفش اعملها. بس انا اقول لك على طريقه ليها بسيطه خالص. تحت امرك تحت امرك يا ست الكل. عيوني ليكي. اتفضلي يا ريت في طبق الطحينه ده الجميل الحلو ده مع البقدونس اوعى وشك. تعالوا نعمل مع بعض طبق سلطه دلوقتي خطير كمان اللي هي سلطه الحمص بالطحينه. تتعمل ازاي؟ دي سلطه بسيطه جدا وخفيفه وانا عايز حضراتكم تعملوها وتجربوها. هنجيب الحمص ونجيب الهراسه بتاعتنا الجميله معانا وقت يا استاذه طبعا اوعى وشك. هناخد الحمص ده كده ناخده اهو زي الفل. تقولي فيها الله يسمع كلامك. شفت معايا الاستاذه ما كانتش بتعرف حاجه في المطبخ بقت شاطره دلوقتي وقالت لي يا شيف ايه رايك لو طحنت البقدونس ده في الهون. كلامك مظبوط طبعا. هي اللي جايبهولي هديه فعايزين اطحن الحمص اطحن الحمص في الهون. قال البقدونس قال هنطحن الحمص في الهون اهو. ما هي بقى جايبه له هديه للاستاذه كريستين فانا عايز ايه اهو زي اللي واحد جاب واحد لواحد ساعه مره كل شويه يقول له ساعتي عامله معاك كام. قال له يا عم خد ساعتك اهيت ولا تسالني ولا حاجه. حلو اهو هنمسك الحمص كده. حلو اهو. طيب والفوط ما ننساش كمان. فين الفوط الجميله استاذه كريستين كده لشت حاجات ساعه وفوط حاجات جميله بجد. اهم حاجه ان احنا والله بجد بقول طبعا لكل اخواتي كل اخواتي اللي معايا اللي في البرنامج من مصورين ومعدين ومونتاج وانتاج وكله حتى المساعدين بتوعي طبعا على راسي من فوق بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين لان احنا بنشتغل في البرنامج ده بحب والله العظيم على النايل لايف بحب حبا في الاداره وحبا في كل اللي شغالين واكتر حاجه حبا في الساده المشاهدين. تعالوا نشوفوا مع بعض صينيه الارنبيط بتاعتنا. اوه والله يا استاذه كريستين انت بنت حلال. الحق يا شيف الارنبيط هيتحرق. كان هيتحرق كان وكان فعل ماضي. ايوه الله عليك. لا ده البقسومات على الوش عامل عمايل جامده. شفت ازاي؟ والبقدونس الله عليك. الارنبيط اقعد جنب اختك هنا اهو السلطه الجميله اوعى وشك. حلو نطحن البقدونس كده قصدي ايه حكايه البقدونس والطحينه. هنطحن الحمص الشام تعالوا نطحنه كده وبعد كده ايه نفضيه هنا اهو. الله شغالين كده زي الفل تمام اهو. هنطحن الايه الحمص. طبعا الحمص لازم يكون مستوي اهو بالشكل ده كده اهو. الله نهرسه يعني مش هنطحنه ناعم خلوا بالكم اهو زي الفل كده. معانا مدام محبوبه ازيك؟ ازيك يا شاشه حبيبي. اهلا وسهلا يا شاشه الكل وانت طيبه ربنا يخليك يا رب ويعود علينا جميعا الايام بخير امين يا رب. خلاص العيد بكره وبعده. يا حبيبي كل سنه. الله يبارك لك يا ست الكل. اتفضلي. ربنا يخليك يا شيف ربنا يخليك. بص حبيبي لو امكنك بقى اولا تقول لي الكلماري لما بعمله بيجنن. دخلنا بقى في البحر كده بس انا ايوه ماله الكلماري يعني فاكرها حضرتك قلت اعملها صدمه بس اعملها صدمه ازاي الكلماري؟ الصدمه الناريه ايوه عشان ما يجلدش. انا بمشي في الشارع دلوقتي تلاقي حبايبي بقى المعجبين يقول لك ايه الصدمه الناريه دي يا شيخ؟ الواحد ياخد صدمه قلبيه في صدمه ناريه والله صدمه عصبيه واحد جات له صدمه قلبيه بالخبر مثلا والله اما صدمه ناريه ما سمعناش عنها. اقول لك انا الصدمه الناريه ايه؟ حاضر حاضر يا ست الكل عيوني ليك يا شيخ ربنا يخليك. وبص حبيبي اتفضلي لو امكنك كمان تبقى تقول لنا على الرقاق الطار يا شيخ اعمله ازاي يطلع جميل. الرقاق الطار باختصار وانت معايا بعد ما تعمليه غطيه زي عجينه الجلاش عزات البصريه غطيها وهي طالعه من الفرن. لا غطيها وهي طالعه من الفرن ايوه لكن ما حطلوش شوربه.
لا ما انت حطيت له شوربه واستوى خلاص. الرقاق لازم شوربه ولازم سمنه بارده على الوش. بس لازم تغطيه اول ما يطلع من الفرن عشان العجينه تبقى طريه. وما احطش فيه الوش حاجه يا شيف الرقاق؟ ايوه طبعا يا امي يتحط فيه لحمه مفرومه. لا فوق الوش. فوق الوش لا، بس شويه سمنه بلدي بس. يعني بس دي بس دهنيه يعني. سمنه بلدي ويستوي يتحمر وزي الفل. وبعد كده نغطيه عشان يبقى طري معاكي. طب يا حبيبي مع ان انا احب الرقاق يكون متحمص، بس لما انت عاوزاه طري مفيش مشكله. حلو بتشخطي طيب ليه؟ حاضر تعالوا نشوفه مع بعض نعمل ايه. السؤال كان يا استاذه كريستين بقى. طيب عايزين نقول ازاي الرقاق يبقى طري. انا عايز اركز على حاجه مهمه جدا. اي حاجه بانيه، رقاق، جلاش، سبرينج رولز، الصدمه الناريه. حاضر يا استاذه بتقول الصدمه الناريه. موضوع الصدمه الناريه ده مهم جدا. تعملي عرق روستو، تعملي عرق فليتو، تريبيانكو، الحاجات دي كلها علشان تعملي احتباس للماده السائله اللي موجوده فيها لازم تديها صدمه ناريه تقوم تحبس الدم اللي موجود فيها وتستوي جواه. اما بالنسبه للكاليماري ليه بنقول صدمه ناريه؟ الكاليماري والسبيط بالذات لما بناكله بنلاقيه يشد معانا. شايفين لما طحنت الحمص في الهون طحن بسرعه ازاي؟ حلو الكلام؟ بيشد معانا. فلما بعمل له صدمه ناريه بتخلص من الشده ديت. بعمل ايه؟ الانسجه بتاعه السبيط او الكاليماري اللي هي بتشد اول ما بحطها في النار بتتقطع من بعضيها على طول، بتتخض من بعضها، بتيجي اعصاب، بتيجي سايبه. ما هو الكاليماريا والسبيط، الكاليماري والسبيط لما نشوف الرخويات في البحر بتلاقوه خلي بالكم عنده عصب قوي جدا. ما تستغربوش علشان هو رخوي، لا ده عنده عصب شديد جدا لما يكون حي. فالعصب الشديد ده لما بنحطه لصدمه ناريه بتجيله الفجأة الصدمه يقطع من بعضه، تقوم تاكل السبيط والكاليماري يقطم معاك زي الفستق بالظبط. خلي بالكم. تعالوا مع بعض. خلينا نطحن الطماطم كمان. وصفه ايه يا استاذه كريستين؟ وصفه ايه؟ مش بحبها انا، باكلها عند امي ديت. هنجيب الكرشه، هنجيب الكرشه. حاضر. انت عايزين اعمل الحلويات؟ هنجيب الكرشه. انا هقول امكانياتي يعني من اللي انا اعرفه. هنجيب الكرشه كويس، نغسلها بالدقيق طبعا والملح الخشن وننضفها كويس، وبرده نشوحها في النار مع مستكه وحبهان كويس قوي. بعد ما نشوحها تماما ننزل البصله والتومه الناعمه ونسيبها تستوي على النار. بعد ما تستوي تماما بنعزلها حمرا، بنحط لها صلصه طماطم او طماطميه مبشوره كويسه، وبعد كده كلها تتقلم مع بعض. انا امسك الطماطم كده اطحنها اهو، شايفين الجو ده؟ دي طماطم مشويه، طماطم مشويه اهي زي الفل. حاضر اهوت، شايفين الجو ده كده؟ الله اهي تمام. تاخد الطماطم دي كمان احطها هنا كده. الله السلطه دي ملهاش حل. حلو الكلام. كل اللي انا هعمله دلوقتي اخدها كده بسرعة عشان وقتنا خلص. شوف انا هحط ايه بقى. الله هحط الطحينة. الله عليك الله عليك يا ابو الشيف. طبق السلطة ده طحينة على طماطم وحمص، يعني معانا سمسم، يعني معانا اوميجا 3، يعني معانا الحمص الشام. الله معانا كمان يا شيف، معانا فص ثوم ناعم. الله على السلطة دي. حلو الكلام. معانا شوية كمون دول اساسي، وننساش كمان شوية ملح، شوية ملح كمان. ده الحالة دي جامدة اهوت. هنقلب ده كله مع بعضه كده. الله على الطبق ده. الله ده عايز ايه بقى؟ عايز العيش بتاعنا المصري الجميل نجيبه من المخبز اللي على الناصية وناكل الطبق السلطة ده وتدعوا لي. نغرفه بسرعة كده يا استاذة اهوت زي الفل اهو. حطيت ايه يا شيف تاني؟ بتقولي الاستاذة حطينا حمص مطحون في الهون، طماطم مشوية، خدت القشرة انا كده على جنب عايزها، وبعد كده حطيت الحمص بعد ما طحنته مع الطماطم، حطيت فص ثوم وحطيت طحينة وحطيت عصير ليمون، كل ده مع بعضه. تعالوا نغرف الطبق ده كده بسرعه مع بعض. الله الله اهو زي الطبق الحمص اللي بناكله في المحلات بالظبط اهو. الله اهو. ولا جبت كبه ولا طحنته ولا حاجه، ده مهم جدا. زي الفل اخده كده تمام. الله بجد انا عايز انزل كل حاجه علشان ده مع العيش ملوش حل. ده في حاجة مهمة يا أستاذة أنت ناسياها، لو قلت لي عليها بجد هجيب لك نص الخروف اللي هذبحه. إيه هي؟ لأ، الرز بالشعرية. أوعى وشك أوعى وشك أوعى وشك، ناسيينه. واطلع الرز يا شيف لما يستوي والكلام ده. حلو أوت بسرعة. زيت زيتون. أوه عينيا حالا أهو.
حالا. الطماطم، لا الطماطم اللي انا اشرتها علشان اقول للضيوف ان السلطه ديت فيها طماطم، قشره الطماطميه هروح بعيد ليه؟ اهو اهو، الله عليك يا ابو الشيف، الله عليك. والورده، الورده دي الاستاذه ايه؟ استاذه نهى اهي. الله حلو كده. طيب حلو، ناخد عادي البقدونس ده كده، الله اهو زي الفل. عملنا سلطه الطحينه جميله قوي زي الفل. تعال نغرف الرز بسرعه كده، ما ينسبش الرز ده، ده شويه رز بالشعريه اوعى وشك، اتفرج عليهم كده تمام عينيا اهو 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 نغرفه كده بسرعه. حاضر اهو بسرعه اهو تمام. الله، شويه السمنه البلدي بقى اللي انا حطيتهم في الاخر زي الفل. احنا ممكن ننهي مع بعض كده، عايز اقول لحضراتكم هو ده الجديد، شفتوا الجديد مع الشيف المغازي وبس. احنا النهارده عملنا مع بعض المطبخ المصري الجميل، عملنا الارنبيط جلتان بالبشاميل واللحمه المفرومه، عملنا سلطه الارنبيط بالطحينه والبقدونس، عملنا سلطه شقيه جدا بتزغلل في عينيا وخاصه الورد الحلو اللي عليها، بهديل كل الساده المشاهدين، ورد طبيعي معمول من القلب بحب والله، بهديل حضراتكم طبق رز بالشعريه، الله على ريحه الشعريه.